السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي لو اتكلمنا على موضوع الطباعة، عشان نطبع وهي نفس الاختصار كنترول بي، تمام، بيطلع لي الشاشة ديت. ممكن اختار الطبعة من هنا، اي طبعة لو عندك طبعة متعرفة، لو ما عندكش ممكن تطبع على بي دي اف كريتور، هيطلع لك ملف في بي دي اف في الشغل كله، تمام. طيب ممكن ادخل هنا بروبرتيز واشوف ايه الخصائص اللي انا عايز اعدل فيها، نفس الخصائص اللي هي موجودة في اي برنامج تاني. هنا برضو بشوف هتطبع الملف فين. تعال ندخل بقى في السيتنج، تمام. انت عايز بقى تتبع A0 ولا A1 ولا A2 زي ما انت عايز. ممكن اقول مثلا A0 مثلا، عايز الورقة اللي تبع الصورة اللي تبع في السنتر بتاع الشيت، ولا تيجي يمين شوية تعمل لها اوفست تزاح شوية، تمام. ممكن اقول له مثلا اعمل لها ازاحة 50 سم يمين 50 سم شمال، او ممكن اخليها الاحسن تبقى في السنتر، السنترال والحواف من جميع النواحي، تمام. الزوم في التو بيبر يبقى تعمل لك الورقه، تمام. ممكن اقول له زوم 1 لـ100 لو انا بطبع بلين ومظبط الفريم بتاعي، فاحسن حاجه ان انا اقول له اطبعها له 1 لـ100، اطبعها له 1 لـ50 من هنا، تمام. ممكن اقول له في التو بيبر، فخلاص تملى الورقه اللي هي هتبقى عليها، ماشي. هنا بقى شويه اختيارات، يعني لو في لينكات خليها لونها ازرق، الريف وورك بلانس فيها هايد ان ريفرنس فيو تاج، لو في تاج ان ريفرنس، يعني دي شويه اختيارات سيبها زي ما هي. السكوب بوكس، السكوب بوكس ده مربع كده بيظهر الحاجات اللي جوه، الحاجات اللي بره تختفي او بتحكم انا فيه، بيظهر لي. ممكن اقول له ايه، اخفي لي الصندوق ده. السكوب بوكس ده ساعات بنستخدمه في ايه، بظبط عليه الجريدات، يعني بحيث ان انا اقدر اتحكم في الجريدات، اكبر السكوب بوكس، الجريدات تيجي معايا يمين وشمال. ممكن اظبطه ان انا يبقى عندي كذا كذا منطقه عايز اطبعها، فبعمل كذا كذا سكوب بوكس بحيث ان انا انظم الحاجات. يعني عندي مثلا بلان كبير 1 لـ100 وعايز اقسم الحاجات اللي جوه لـ1 لـ50، فبعمل 4 سكوب بوكس بحيث ابدا انظمها. فهو بيتكلم هنا اللي هو يعني مختصر الاوبشن دي. في بعض الحاجات ممكن تكون انت مش عايز تطبعها، يعني السكوب بوكس دوت، السكوب بوكس ده انت مش عايز تطبع المستطيل اللي بيبان السكوب بوكس، فبقول له اخفيه. تاني ولا ماشي؟ الشاشة كلها الجزئية دي، تمام. طيب هنا بختار السايز، ما فيش مشكلة خالص. هنا بشوف الحاجة اللي هتطبع في انهي جزء في الورقة، في سنتر الورقة ولا اجيبها يمين شوية ولا شمال شوية. هنا الزوم، تحب نعمل زوم ازاي؟ يعني ممكن انا اقول له ايه، زوم 1 لـ100 زي ما موجود في الورقه اطبعها لي. ممكن اقول له لا، زوم 1 لـ50 اعمل زوم عليها. ممكن اقول في التو بيبر، يعني املا الورقه وخلاص. هنا في حاجات ممكن تكون مرسومه هو عارف انها انت ساعات ما بتحتاجهاش، يعني ممكن تكون مثلا يعني علامه سيكشن اكيد انت محتاجها، فمش هيديها لي في الاختيارات، تمام. في بعض الحاجات ساعات ببقى راسم انا مربع ليا على اساس اظبط على الشغل، المربع ده انت عايزه ولا مش عايزه. هو في الاغلب بقول له هايد، بعلم عليها احس ان المربع ده سكوب بوكس. الحاجات دي كروب برضو، كروب باونترس، تمام. احنا غالبا برضو بنخفيها، يعني الحاجات دي طول ما انت شغال في حاجات كده بتبقى انت مش عايزها تتبع معايا، تمام. طيب هنا الالوان، عايز تطبع بلاك لاين ولا لون جيرسكل، لون ولا بالالوان، اللي هو رمادي، تمام. الطباعه عايزها لو خفيفة ولا ميديوم ولا هاي ولا برزنتيشن، عايز حاجة جودة عالية زي ما انت عايز. بقول اوكي واشوف الاختيار ده. كارنت ويندو يبقى اطبع لي الويندو اللي انا واقف عليها دلوقتي. الفيزيبل بورتيشن ممكن اكون انا عامل زوم على جزء معين، يعني عامل زوم مثلا على الاوضة دي بس، خلاص يبقى هطبع الجزء ده بس، تمام. سيلكت فيو شيت بيجيب لي كل الفيوهات وشتات وانا اشوف هطبع ايه. ممكن اشيل العلامة من دي وادي الفيوهات كلها، اروح معلم مثلا على الفيو ده والفيو ده والفيو ده والفيو ده، يروح طبعهم لي، بحيث ان انا يبقى عندي امكانيه ان انا اطبع كل الفيوهات. او ممكن اقول شيك اول كده يطبع كل الفيوهات كلها بي دي اف مره واحده، اقول له كانسل واقول له ايه كارنت فيو مثلا واشوف بريفيو، هيبدا بقى يظهر اللوحه ده في 3D، تمام. ونفس الكلام في 2D، يعني لو جيت انا هنا نفس الاختيارات اللي في 2D. طيب انا القائمه هنا مبقاش موجوده عندي، تمام. اجيبها منين؟ اجي من قائمه فيو يوزر انترفيس، اقول له انا عايز البروجكت براوزر، البروجكت براوزر
اي ظهرت، فاقول له مثلا انا عايز وليكن مثلا البيول الفلور فلوربرين هي، فلور برين اهوت، اقول له كنترول بي طباعة. كنترول بي هتلاقي نفس الاختيارات، تمام. هقول له مثلا بريفيو، يبدأ بقى ايه يظهر لي اللوحة. ممكن اعمل زوم على جزء معين، انا مثلا عايز اطبع الجزء ده، اعمل عليه زوم، بعد كده اقول له كنترول بي، اقول له فيزيبل بارتيشن، تمام، يجيب لي الجزء بس اللي انا عملت عليه زوم. اهو تعالى تعالى، مش لو احنا جينا هنا في الشيت بيظبطها لي احسن. ليه؟ لان انا قايل له ان اللوحه دي مثلا واحد لزيرو، او واحد ل واحد اي زيرو اي 1 اي 2 اي 3 اي 4، فبتلاقي بقى الابعاد مظبطه كاس، تمام. فبقول له ايه كنترول بي، تمام. فببدا ايه اقول له مثلا انا عايز اطبع، اقول له ايه كرنت ويندو، واقول له بريفيو. ما دامت الحاجات متظبطه جاهزه متظبطه عندي، اروح اعمل ايه، اخش بقى ساعتها بقى ما دام انا حاجات متظبطه، اقول له خليها اعمل لي زوم 1 ل 100، 1 ل 50 زي ما انا عايز. اقول له هنا بقى سيت اب، انا ما خليهاش بقى بالفيت وبيبر، لا اقول له زوم، تمام. اوكي بريفيو، تمام كده بقى ايه مظبوط. الشاشة دي عبارة عن ايه؟ ده بصفح المشروع. يعني ايه بصفح المشروع؟ يعني انا دلوقتي لو انا عند لو انا شغال كيت، بيحصل ايه؟ بفتح الملف على الويندوز بلاقي كذا لوحة كيت، 10 مشاريع كيت، والاقي فولدر على جنب مكتوب فيه ان ده فيه الاسكتولات، تمام. هنا بقى الموضوع كله بقى كله هنا، يعني بتفتح الويندوز بتلاقي ملف واحد ريفيت، تمام. بتخش جوه الملف ده بتلاقي كل الحاجات بتاعت المشروع، بتلاقي مثلا ده الديزاين، ده الدوكيومنتيشن، وتدخل هنا تلاقي مثلا ده الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، بتلاقي ال 3 دي، بتلاقي الاليفيشن، بتلاقي السكاشن، كل ده في الفيو. بعد كده بتلاقي حاجه اسمها ليجند، طبعا انت عارف يعني ايه ليجند، اللي هو ايه اللي هي دي، كل حاجه والرمز بتاعتها، اختصارات، تمام. كل حاجه الاختصار بتاعها، تمام. الاسكادولات دي اللي هي الجداول، الجداول دي بقى ميزتها انها مثلا عن الـ عن الاكسل، انها مثلا العنصر ده عايز اشوف الموديل عامل ازاي، اقف عليه واقول له ايه هايلايت الموديل، يبدا بقى يورولي في الموديل شكله ازاي. لو انا لغيته من الموديل اوتوماتيك هيتلغي في الاسكادول، لو لغيته من الاسكادول هيتلغي برضه في البلان، تمام. هيبدا بقى يورهولي من كذا فيو لحد ما انا اقتنع بيه. يعني انا اصلا السكادول ده ما بعملوش كل مشروع، ده انا بعمله في التمبليت، واول ما تفتح المشروع تلاقيه فاضي، بس بمجرد ان انت مثلا رسمت كيبل تري بتلاقي كيبل تري ده اترسم في المشروع، تمام. فانا هنا لو جيت بقى قلت له مثلا دي السكادولات، بانل سكادول، بانل سكادول ديت بيعمل لي بانل سكادول المشروع كله. خلينا نلغي البانل سكادول ده كله ونعمل احنا بانل سكادول دريت، تمام. وبعد كده الريبورت، التقارير، الشيتات، لو انت عندك كذا شيت او فريم او بيسموها باندا او بيسموها خرطوشة، تمام. الفاميلي بتلاقي هنا كل الفاميلي والجروبس، وريفت لينك لو انت رابط نفسك بريفت بملف ريفت. طيب خلينا نشوف بقى موضوع ان انا اعمل الحاجة بتاعت الكهرباء، تمام. مقاومة انالايز، مقاومة انالايز، باجي الاقي هنا في الريبورت بلاقي حاجه اسمها بانل سكادول، بانل سكادول، تمام. بيقول انت عايز تعمل بانل سكادول لايه؟
اقول له اعملهم لي الكل مثلا، المشروع كله. اوكي، هو بيعمل لي التقارير مثلا، البانل سكيدول بالمشروع ده هنا، سي كي تي، السيركت ديسكريبشن بتاعه، كل دايره بيكتب لي الحاجه بتاعتها، تريب البولس قد ايه، الايه هنا ممكن دي نعدل فيها. اقول له اديت شينج تمبليت. اوكي، بنختار الشكل بس، لا لا عايزين نعدل فيه براحتنا. تمام، طيب ممكن تعدل اللي انت فيه. ماشي، طيب نقفله. تعالى اهو البانلز كدول اهو. تمام، هنا ممكن تيجي هنا تقول له اديت فونت، تعدل الفونت. هنا ممكن هنا الدوائر ديت عايزين نبدأ نعدل فيها. اساين سبير دي لو انت عامل حاجة احتياطي، لو انت عايز تعمل حاجة احتياطي. تمام، انا بس انا عايز ادور على واحدة تكون فيها شغل كتير، يعني مثلا دي هيت، ممكن تقول له ايه موف اب، طلعها لي فوق، او ممكن موف داون. تمام، ممكن اقول له لا ده انا عايز، مش عايز كده، ده انا عايز اعدل فيها اكتر من كده. هدخل في قائمة سيستمز، قائمة سيستمز، هلاقي عندي حاجة هنا في الإلكتريكال اللي احنا دخلنا فيها المرة اللي فاتت، اللي هي ايه إلكتريكال سيتنج. تمام، بلاقي عندي بانل سكادول هيت، ببدأ أشوف بقى السبار ليبل هيبقى اسمها ايه، اسمها سبار، السبيس ليبل باسمها سبيس، انكلود بار ان بانل، هتحطها في تحطها في في البانل توتال، المجموع الكلي، المارج من التيبل، البوليس سيركت. تمام، فانت بقى بتبدا تظبط الحاجات بتاعتك، لو كالكوليشن ممكن تعمل تحميل لو كالكوليشن، سايز كول تري ديستريبيوشن الجنرال هايت اللو كالكوليشن. ثانية، فين اللو كالكوليشن؟ لوكال كولشن بتحمل الاحمال بتاعتها. تمام، تبدا مثلا تقول مثلا عايز تشبيك مثلا. اوكي، ممكن تعدل في الديموند فاكتور، اذا شوف مثلا هل انت هتحسبه قد ايه، مثلا ممكن تحسبه 100%. تمام، طيب لو عايز اظبط التمبليت بقى بتاع البانل سكادول، باجي مكونة مانج، باجي انا اقول له ايه مانج تمبليت، وابدا اشوف التمبليت يبقى عندي كذا تمبليت. ممكن ازود تمبليت كمان اهو، دبل كليك تمبليت واسميها اي اسم. اوكي، وابدا اشوف ايه الخصائص بتاعته، ممكن اخليه هو الفعال دلوقتي، ممكن اقول له ايه خليه صف واحد. يعني لو قلت له صف واحد، تمام، هيبقى هنا صف واحد موجود هنا والصف ده مش موجود. تمام، احنا هنا قايلين له تخليه صفين. تمام، اقول له ايه اوكي ابلاي تمبليت، ببدا اشوف بقى انهي تمبليت منهم اللي هشتغل على دوت، يعني ده هيطلب انهي تمبليت. ممكن اقول دوت ده البرانش بانل، ده داتا بانل، ده سويتش بورد، اقول له ده خليه وان كولوم، دي حاجه الوان كولوم. تمام، بانلز كده، خلينا نختار دوت ده مثلا، ممكن اقول له ده خليه مرتبط بالتمبليت دوت. يعني لو عدلت بالتمبليت هيتعدل، عدلت في التمبليت ده يعني عدلت في شكله، ممكن تعدل في كلمه مكتوبه، ممكن تعدل في نوتس. تمام، يعني لو احنا عايزين نعدل في التمبليت، هاجي هنا اقول له ايه اديت تمبليت، بيقول لي انت عايز تعدل في انهي تمبليت، اقول له مثلا عدل لي في التمبليت دوت. اوكي، عدل لي فيه، فهبدا بقى يقول لي ايه، ابدا بقى كل كلمه هنا ممكن اقدر اعدلها، حتى ممكن اقلبه عربي، يعني اللوكيشن ابدا اكتب انا الموقع، الفولتس اكتب كلمه عايزها، كل كلمه من دول ابدا اعدل فيها، ممكن تزود خانات زي ما انت عايز، تلغي حاجات زي ما انت عايز. هو خلاص ده بكتبه عادي اهو. تمام، طيب اهو هنا دي بتبقى هو بيلوت الاحمال في المشروع ويبدا يحطها. تمام، وهنا كلها حاجات اللي هي زي بتاعه الاكسل، اللي ممكن تزود كولوم، تزود رو، تعمل ديليت لكولوم، ديليت رو، ممكن تعمل ميرش، ممكن تعمل تحط الصوره سيرت جرافيك، تختار اي صوره تحطها. تمام، ممكن هنا تقول له انا عايز اشوز كاتيجوري الكتريكال اكويبمنت ولا بروجكت انفورميشن. فالموضوع هتلاقي قريب قوي من الاكسل، ممكن تحط كالكوليشن فاليو، تبدا تعمل معادله من معادلات الاكسل، يعني مثلا تقول له ايه دي اسمها كذا،
تقول له دي هتجمع لي مثلا الكرنت فيس مع الكرنت فيس بي، تبدأ تعمل معادلات، هو اوتوماتيك بيلوت الارقام ويبدأ يحسبها مع نفسه. دي برضو موجودة في الاسكيدولات، ان انا ممكن اعمل معادلة اقول له مثلا ايه، شوف لي الاحمال قد ايه واضربها في 80%. تمام، وانا برضو لو عايز تكتب اي حاجة تعمل محاذاة، دي الحاجات دي زي الاكسل بالظبط، اقول له ايه فينش تمبليت، خلاص كده هو بقى هيظبط الخصائص دي زي ما انا عايز.